اقدر مو اريد اوزع الوقت. لا والله خلي ياخذه كله بعد وقت. انا ما لا مو انا ما جاي انا في محض ب 30 ثانيه. اجابتك التظاهرات يا استاذ العزيز ما خربت مؤسسات، اللي خرب مؤسسات هو من اداره المؤسسات في السابق واللي وصل الشباب لهذه المراحل. ان تتهم الشباب هذا شارع الرشيد اللي تدمر هذا شوف مؤسسات الدوله اللي يقول لك حياه المدارس تعطيل الدوام التماس الكهربائي واحد سوانا البحريه قطع الشوارع ممارسات كانت عامه على شبابه وابنائه سيردوها الشباب في يوم الانتخابات والايام التاليه. يوم لا ينفع لا سلاح ولا غير السلاح. هذول شبابنا هذول اولادنا احنا ضحينا وقدمنا ما قبل 2003 رجاء الارقام. اقول لك انت ضحيت لا ما ضحينا مو هذا مو هذا تشويه مو هذا مو خطاب هذا مو خطاب يعني يعني هاي النظره التجزئيه اللي الترصديه الاستقطاعيه للكلام هذا مو صحيح. انا ما قاطعتك احترم اذا وقتي وخلينا نتكلم لا تقاطعني انا ما ذكرت كلامي ترى ما ذكرت رجاء ولا انت جبت عرض التظاهر وقتها خلينا التظاهرات شنو التقاعد ترى مزه قبل شو ذا حكيت على التظاهرات قبل حكيت على الجانب السلبي من التظاهرات. شيء انا انتمي له انا 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 اطالب بتظاهر كل ربع ساعه ضد هذا النظام السياسي زين وهذا يستحق التغيير والتغيير من الجذور زين. لكن الواقع لا يسمح بذلك حقيقه هذه زين. لذلك لابد ان يكون التغيير سلمي التغيير تدريجي التغيير هادئ. راينا كيف ان الناس خرجت بتظاهرات ركبت وسويست وتحولت من مطلبية إلى سياسية إلى أسقاط نظام إلى استهداف حشد إلى تدمير الدولة إلى تحطيم مؤسسات الدولة. هذه متظاهرات هذه تحولت إلى فوضى رجاء لا ما هذا ما يصير ما يصير يا أخي لا رجاء شنو حركة جديدة ما تعلمني أنا أتحدث أنا عارف شلون أتحدث لا تقاطعني لا تشوش علي يا أخي ليش تخوف من طرحي لا اسكت خلينا أتحدث ما لك حق ليش التشويش ليش هاي الفوضويه في اداره الحوار ليش هاي الفوضويه بحوار الاخرين خلينا اكمل فكرتي. انا خليتك انا سمعتك وبراحتك وحكيت واخذت وقتك وما قاطعتك رغم كم المغالطات اللي كانت في خطابك مو صحيح. هذا اي خمس دقائق خل تخلص اخر 10 دقائق همين اذا ما يرضى زين فما نقدر نحكي وياك احنا هذا لا براحتك انا رجال وقت سلاح ودنيا يكتبون بينا شلع قانون الانتخابات شلع منو اللي يكتب بيك؟ احنا منو اللي يكتب بيك؟ انت شوف مدري منو اللي يكتب بيك؟ روح الدوله مالتك روح شلع قانون الانتخابات شلع مو احنا ياخذون من عندنا وقت قانون الانتخابات هي معود سيد شلع على كل شيء شلع قانون الانتخابات ما ادري والله حيرتنا هسه ما ندري بك انت ما ادري بك انت قوي انت قوي طبعا الرياح تهزك وطيرك ما نعرف انت شو انتم حددوا لنا هويه حددوا لنا وجهه نظر حددوا لنا فكره حددوا لنا طرح مو بالاسلاح يا ابوي يا طرح وانت ما تخليني اطرح لانك بتخوف من طرحي تفضل الوقت لك بس طبعا ما تخليني اشوش علي سيد سعود انت تشوش انت تشويش انت شغلتك تشويش وفوضى في الحوار ما تخليني هو مجرد اتهامات باطله مسبقه تحيزات اوليه لا قيمه لها ولا داعي لها ولا دليل لها ولا مستند لها مجرد تشويش وانا اطالبك بالدليل زين منو اللي قتل هاي الناس منو اللي قتل هذا بالوثبة منو اللي قتلها كثير من المتظاهرين قتلوا بأياد خفية بأيادي أجندات خارجية وقد تكون تابعة لسفارات. طريقة خلط الأوراق هذه غير صحيحة. هذا الخطاب خطاب مو سليم يعني هذا خطاب فوضوي خطاب هدام خطاب يريد أن يستمر مسار التخريب والانحدار في العمل السياسي زي. وفي العملية السياسية تعالوا لنتفق إذا كنتم وطنيين حقا وهذه كل القوى المشككين وغيرهم الخصوم واللي يعتبرون نفسهم أعداء واللي مسوين مختارين لهم عدو بأوهامهم وغيرهم تعالوا لنتفق على مضامين وطنية على عناصر حقيقية تعالوا نتفق على ترتيب للأوليات على تحديد سلم التهديدات والتحديات إذا كنتم وطنيين حقا تعالوا نتفق على ذلك كائنا من كان لأي مذهب أو فئة أو جهة أو فكر أو مدرسة فكرية أو ثقافية إذا كانت هناك مدارس فكرية وثقافية. هذا العبث في الطرح والعبث في الهوية والعبث في الخطاب والعبث في الرؤية. أنا ما أتهم أنت محترمة أيديولوجيتك السياسية محترمة لكن أيديولوجيات الناس وأفكارهم محترمة نحترمها لكن لا نقبل بأن تتهجم علينا أو تشكك بنا أو تتهمنا أو تشوش علينا. سعود حبيبي حقيقة لا هذا غير مقبول هذا غير مسموح. خلنا رطب الحوار الموضوعي خلنا رطب الجو الجو رطب رجاء خلنا رطب الجو بكلمة لا عزيزي يا خلق الوقت ثاني تين ودعتك زين أقول لك ساح حسام اليوم هو من صار أكو كلام بداية على مؤسسة الحاج الشعبي المحترمة اللي نحترمها ونجلها ونقدرها بهاي كل الأمور
انثار. بالتالي بالتالي اجى يتكلم على موضوع التظاهرات والاتحاد. لا والله طبيعي واخ عزيز الوقت وبنك تكلم عن التظاهرات. انا اشعر بانتمائي للتظاهرات زين. انا هذا ابن التظاهرات بس انا ابن التظاهر انا ابن الانتفاضه الشعبانيه انا ابن المقابر الجماعيه انا ابن التظاهرات المطلبيه. هسه منو الفوضى بالحديث؟ تخليني انت تبلش يا حبيبي. انت بدايتي يا حبيبي. انا شوف انا على كل حال الوقت انا بتعامل وياك بمنطقتي. لا لا بدايه انتقاد كلامك مش نتكلم عن الوقت. انا مع الانتخابي لا ما رحت. انت انا اسف حسست من تعليق بسيط تحسست يا اخي. تقبل شر تريدون تساكنون بسلطه شو تريدون تحكمون الناس؟ راي بسيط ما تقبلت مني سيد سعود الساعدي. انا المتهم بكذا وكذا منو تهمك طرح موضوعي وشفاف ولطيف لكن اسمحوا لي وانت توجهت لتعارك بسال الدوله السيد مشرق الفرجاني اشكرك توجهت التعليق مباشره يا اخي سعود اشكرك الدكتور حسين مباشره في مال لا اشوفكم باكر.